يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أتيت إلى أحد البنوك فقال نعطيك أسهما، ها؟ فقال هذا البنك نعطيك أسهما بقيمة 33,000. يقول أتيت إلى أحد البنوك، نعم، فقال لي البنك نعطيك أسهما بقيمة 33,000 ريال وتردها لنا تقسيطا 43,000 ريال، هل هذا جائز؟ مع العلم أن البنك قال لي سنسدد عنك 1500 ريال نقدا. لا، فيه تفصيل. إذا أعطاك البنك سلعة موجودة، سلعة موجودة، وقال لي ثمنها حاضرا كذا وثمنها مؤجلا كذا أكثر، لا مانع من ذلك، لأن بيع المؤجل ما هو مثل بيع الحاضر. أما أنه يبيع لك شيء مجهول وأسهم مجهولة ما تدري وين فيه، ولا وش أسهم وش فيه، الأسهم مجهولة يا أخي، ما يصلح بيع المجهول، بيع المجهول ما يصلح. نعم. أو يقول نسدد عنك وترد علينا أكثر مما سددنا، هذا ربا. نسدد عنك هذا قرض، ترد عليهم أكثر هذا ربا، ربا القرض. نعم.